كارول تكشف عن خطوبة أسامة مروة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. حصلت الإعلامية كارول أسامة مروة امبارح في عيد ميلاد أخيه أنس بأسئلتها القوية عن خطوبته ومتى راح يخطب، لكن أسامة مروة أصر على أنه هو حاليا سينجل ومو مرتبط، لكن كل شلة دبي تؤكد على أن العريس القادم هو أسامة مروة، والكل بيأكد شكوك الجمهور على أن أسامة مروة مرتبط. فهل راح يفاجئنا أسامة مروة مثل ما عمل غيث مروان ويعلن فجأة عن ارتباطه؟ رأيكم يخصوص هذا؟ عادي سؤال حبيبي، أمتى رح تتجوز؟ على فكرة بس أسألكم هيدا السؤال المبتكر مش معنا إجا من عندي. لا لا أنا ما ركضت، على فكرة هذا كان كله فيك وإفكتس اللي صار. طب جاوبنا على السؤال، متى؟ ما في متى، والله ما بعرف، إذا أنتم بتعرفوا أنا بعرف. طب مش متى، من مين؟ نفس المشكلة صارت. ما إذا في حدا في مين في متى؟ لحظة، أنت هيدا الكلمة فيك تقول عنك إيه؟ لأنه هلأ الدي أم تبعي بيصير مواصفات وأرقام. أنت أنت خدي لحظة، تأخذي المواصفات وأرقام وتبعت أنت بتدفع ليكي شو؟ هاي مو خلينا نعمل الدين تحت الهواء 30% من المهر.